السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد النهاردة، عروض السلاب اللي عاملينها للسيراميك والبورسلين. تعالوا بقى جولة كده مع بعض، هندخل عشان نعرف أسعار السيراميك والبورسلين. طبعا الأسعار اللي أنا هوريها لكم دلوقتي يا جماعة ديت قبل الخصم. طبعا كل نوع وكل نوع من يعني كل سيراميكا ليها خصم معين، فانا مش هسأل على كل انواع الخصومات، بس المهم ان هم في خصومات جامدة جدا بمناسبة عيد الام، فهم كانوا يعني بيقولوا ان في عروض لفترة معينة عشان خاطر عيد الام. طبعا شايفين انا كاتبة كل حاجة اهو، قبل الخصم كان كام وبعد الخصم كان كام. بجد بجد عروض حلوة قوي وانواع سيراميك كتير للي بقى بيحب وبيوضب، واللي بيجهز شقة كده وعايز يوضبها، او اللي عايزين بقى يجددوا وعايزين يغيروا السيراميك. اتفرجوا بقى على الفيديو النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله كده تتفرجوا معايا وتشوفوا ايه رأيكم بقى في الخصومات اللي عاملينها. وطبعا في سحوبات كتير على مفاجآت وهدايا، هحط لكم رقم كمان التواصل مع المعرض نفسه اللي هو 199-04. هنزل لكم برضو الرقم عشان اللي عايز يعرف اي تفاصيل يتصل عليهم. الرقم سهل جدا، وفي على فكرة في كل المناطق اللي هو العروض ديت، يعني اللي هو السلاب ده عامل في كل مناطق المعارض بتاعته. المعرض اللي انا دخلته ده في زهراء مدينة نصر، محطة السلاب، شارع المساق. المعرض ده كبير جدا يا جماعة. ان النهاردة انا مركزة لكم بس على السيراميك والبورسلين. تعالوا بقى تابعوا معايا وشوفوا ان شاء الله الجولة تعجبكم. طبعا الخصومات كبيرة جدا. طبعا انا دلوقتي هفرجكم وتشوفوا بقى اللي هم بقى بيحبوا ده. كل اللي انا بوريه لكم ده كده الانواع السيراميك دي، سيراميك المطابخ والحوائط. طبعا الستاند ده بيبقى عليه الغامق والفاتح، لان النوعيات بتختلف من مطبخ والحمام. طبعا البورسلين يا جماعة 420 اللي هو افخم نوع، يعني احلى حاجة اللي هي 420. طبعا في بعد الخصم اتفاجئت بصراحة بالخصومات، يعني تخفيض جامد جدا. هوريكم برضو الاسعار بعد الخصم عاملة كام، والاشكال اهي. كل الخامة اللي موجودة قدامكم دي سعرها كانت 420. طبعا في مساح يعني مسافات، يعني في اللي هو 60 في 60. طبعا البورسلين كبير، بس انا لو انتوا عايزين تاخدوا سكرين شوت كده على السعر والنوع وكل حاجه، ممكن تعملوا كده سكرين شوت وتاخدوا كل البيانات اللي انتوا عايزينها وتشوفوها. طبعا المعرض عامل خصومات ديت لفترة محددة بس لحد اخر الشهر، وكمان عامل سحب على هدايا. والرقم بتاعهم يا جماعة 199-04. بتحب تتواصلي بقى معاهم في اي فرع من الافرع، لان السلاب معارض كبيرة جدا وليهم افرع في كل المناطق. دوت بورسلين يا جماعة ب228، ده كل اللي انا بقوله لكم. بعد الخصم بيوصل 110. طبعا كل دوت فرز اول، فرز اول. في اماكن تانية بتبيع باسعار قليلة عن كده، بس بجد بتلاقي بقى في غلطات. وقت وبيظهر امتى؟ وقت التركيب بالظبط، يعني لما يجي الصنايعي ويركب بقى انواع السيراميك دي بتلاقي فيها غلطات، في مسافات بين كل واحدة وواحدة، فما بتبقاش متظبطة قوي لما بتجيبيها من معرض موثوق منه ومعرض كبير زي المعارض اللي انا بقول لكم عليها. طبعا في طبعا انواع سيراميك كتير، سواء اللي هو اللي اسمه الرويال،
الرويال او الكليوباترا او البلنتينو، يعني بصوا في انواع كتيره، بس عامه الكليوباترا والالماني والنوع الالماني طبعا ده لا يعلى عليه بصراحه، تحفه جدا وانواعهم حلوه قوي. طب لو انت محتاره او احنا محتارين مثلا، نقول ايه رايك احنا عايزين يا ترى نركب البورسلين ولا السيراميك؟ طبعا احنا عندنا يا جماعه هنا مركبين، في شقق عندنا عاملينها السيراميك وفي شقق عاملينها البورسلين. بصراحة البورسلين يا جماعة لا يعلى عليه، النظافة بتاعته بتديكي لمعة كده وبيبقى حتى بصوا اللمعة بتاعت البورسلين ها قدامكم شايفين، خاصة اللي هي الألوان الفاتحة بجد بتبقى تحفة وقمة في الجمال، يعني بصوا بتبقى روعة روعة روعة. وخلوا بالكم الحاجات الفاتحة بتدي وسع للمكان، لو انت اخترت حاجات غامقة بتدي المكان يبقى ضيق وبتضيق المكان. فكل ما بتختاري للسيراميك او البورسلين، سواء الاتنين على فكرة، في ناس بتحب البورسلين وطبعا البورسلين لا يعلى عليه، وعشان كده البورسلين بيبقى اغلى اضعاف من السيراميك. فكل ما بنختار اللون الفاتح بيدينا وسع للمكان اكتر من الالوان الغامقه، فدي برضو معلومه تخلوا بالكم منها. وطبعا لو الارضيه بنعملها البورسلين ده طبعا عجبني جدا، شفت لونه وجماله تحفه جدا، ده ب 110 جنيه فرز اول مقاسه 60 في 60، ده بورسلين تحفه قوي وشكله ولمعته جميله جدا، في منه البيج وفي منه اللي هو عامل زي الابيض كده صيني، فشكله تحفه جدا. زي ما بقول لكم هنا يا جماعة الرقم، وانا هنزله لكم برضو في الفيديو بحيث ان اللي عايز يتواصل طبعا يبقى فيه اتصال، والارقام طبعا هحطها لكم برضو على الشاشة. اللي هو برضو النوع الالماني اللي هو السيراميك الالماني يا جماعة ب 220 جنيه بدل 248 جنيه. النوع الالماني في نوع تاني اسمه HDV HDF 230 بدل 268 جنيه. وطبعا في اللي هو البورسلين المستورد بيبقى اسعاره اعلى شوية من المصري او الكليوباترا. في البورسلين المستورد يا جماعة عامل تخفيض فنازل له ب 240 جنيه بدل 300. في نوع تاني برضو اسمه مورافو ستون 420 جنيه بدل 480. طبعا يا جماعه البورسلين المستورد بيبقى سعره اعلى من اي بورسلين تاني، وطبعا درجه اللمعان فيه بتبقى مميزه عن اي نوعيه تانية، فعشان كده بيبقى غالي شويه. البورسلين المستورد اسمه فينسا ب 150 جنيه يا جماعه بدل 461 جنيه، وده كده رقم التواصل اللي انا حطيته لكم على الشاشه اهو 199-04. موجود طبعا زي ما قلت لكم في كل الافرع وكل الاماكن، العروض كتير جدا والخصومات هايله. يلا بقى اللي عايز يشطب واللي عايز يوضب يلحق عشان خاطر يلحق العروض ويجيب بقى الكميه اللي هو محتاجها. طبعا بصوا دوت الخامه ديت ب 351 جنيه يا جماعه، دي قبل الخصم بصراحه، يعني سعرها دوت قبل الخصم. Thank you.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده في تشكيلة كبيرة جدا، شوفوا واتفرجوا وبصوا اشكال كتير جدا. طبعا في حاجات انا معينة بروح واقفة عندها كده لما بتجذبني لونها او بتعجبني قوي، فاروح واقفة كده مركزة عندها قوي. ده عامل زي الباركيه، ده ب 234 جنيه. كل ده لحد السجل ده. ب 307. ب 142. اوعي رنا اوعي رنا اوعي. ب 211. بص دي بقى، تعالي اتفرجي في دي. شوفي دي صراحة روعة، دي ب 121 جنيه على أشخاص. لا مش 121، مش عايزين أبلط. 198. ب 216. 216. 174. 118. 118 برضه. 118. او طبعا زي ما انتوا شفتوا معايا الفيديو كده، الانواع السيراميك كلها والبورسلين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم بيت العيلة كل جديد.